تغطي المحيطات 71% من المساحة الكلية للأرض وتوفر نصف كمية الأكسجين، وتعتبر نظاماً يدعم الحياة على كوكبنا، كما أنها موطن لأنواع متنوعة ووفيرة من الحياة. على الرغم من التقديرات التي تشير إلى عدد الأنواع التي تعيش في البحار، إلا أنه لا أحد يعرف يقيناً عدد الأنواع بالضبط، ولهذا فإن الحفاظ على التنوع البيولوجي على الأرض يعتبر أحد أسباب حماية المحيطات. تلعب جميع الكائنات التي تعيش في المحيطات دوراً أساسياً في السلسلة الغذائية للنظم البيئية، ولكن على الرغم من أهميتها تواجه المحيطات تهديدات غير مسبوقة نتيجة للنشاط البشري. كل عام يرمى نحو 7.9 مليون طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات. تشير الأبحاث إلى أنه بحلول العام 2050 من المحتمل أن تفوق كمية البلاستيك جميع الأسماك في البحر. حالياً هناك حوالي 50 إلى 75 تريليون قطعة من البلاستيك والمواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات، والتي ستستغرق ما بين 500 إلى 1000 عام لتتحلل. في الوقت الحالي لا يزال إنتاج البلاستيك واستخدامه في أعلى مستوياته، كما أن البيانات المتعلقة بإعادة التدوير ليست واعدة على الإطلاق، حيث يتم حالياً إعادة تدوير حوالي 10% فقط من البلاستيك الذي يتم إنتاجه، الباقي إما يتم حرقه، ما يسبب تلوث الهواء، أو ينتهي به الأمر في المحيطات والبيئة المحيطة. أصبحت الجزيئات البلاستيكية الدقيقة الآن جزءاً من السلسلة الغذائية، وقد تم العثور عليها في كل مكان، في مياه الشرب والملح والصودا وفي التربة حيث نزرع خضرواتنا. التلوث البلاستيكي هو بلا شك قضية تتطلب تعاوناً عالمياً، إذ تؤثر عواقبه على الكوكب وسكانه، فهو يهدد صحة المحيطات وصحة الأنواع البحرية وسلامة الأغذية وجودتها وصحة الإنسان، كما يتسبب في تغير المناخ. لن يساهم الحد من وجود البلاستيك في المحيطات في إنقاذ الأنواع البحرية والنظم البيئية فحسب، بل سيحسن الصحة العامة والبيئة بشكل عام، كما سيساعد على مكافحة التغيير المناخي والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة.